يرجعوا ازاي يشرب، وكان مدمن على المشروب، يبقى يشرب جمعة يترك شهر. آخر فترة كانت كتير صعبة، وثلاث أطفال بالبيت، يعني مش قصة شرب بس، كان يكسر ويسبسب يعنف. كنا اتحمل قول كرمال الاولاد، كان في مجال انه مثلا اترك اهرب شوف حياتي، بس لا، كنت ضاين كرمال هالولاد. اشتغلت تعبت، ما في معين يعني غير انه انا ضل حد ولادي وعيشهم وعلمهم، بس كان كتير صعب الحياة معهم. كان التعنيف لغوي أكتر، يعني أنت جيتي من الشغل وين كنت؟ يعني قدام الولاد ما يقول، في ولاد صغار سكران ما عم بيعرف شو عم بيحكي، يلحقني على الشغل، يبهدلني بقلب الشغل، يعني كان يأذيني بكلامه. يقول بعرف حالي، اتحمل فوق طاقتي. حتى الولاد وقت اللي وعيوا شوي بلش يأذي ولاده. ما في حياة، يعني ما في رجال تتكل عليه، أي أولاً إنسانة حاملة مسؤولية بيتها ولادها لحالها، هو ما آخر همه الولاد تعلموا. ثالثاً حياة الزوجية ما كانت موجودة، يعني ما كنت، يعني ما فيك تتقبلها، لو تقرب ما فيك تتقبلها، لأنه خلص حطيت حدود. موت لي حياتي الخاصة، حتى لو بده يجوا أصحابي كمان الاجتماعية، حياتي الاجتماعية وقفت. كنت وحيدة مذلولة، وكل ليلة أبكي أقول يا رب ليش أنا، مع أنه أخذنا عن حب بعض وكان بعقد، يعني ليه عم ببادلني بهالقسوة هيدي. حتى ابنه الكبير ما خلص من ايده، ينزل يقول ابني بحشش، ابني بياخد مخدرات، حتى بنته كل كلمة كان يقولها، يعني أنا أتقبلها على حالي. لحتى وصل مرحلة وعينه هنيك نهار، البنت راحت بين ايدي، دقينا للامبولانس، طلعتها على المستشفى، قالوا لي معها سكري 600، بنتك عم بتموت. هو ما فرقاني معه سكران، الحكيم قال لي بنتك ما بتخلص، بنتك عم بتموت. ضلت جمعه تقريبا، البنكرياس ما بقى يعطي انسولين. هلا بنتي صار عمرها 21 سنه، تاخد ابر وانسولين، تفحص دمها. بتقول ماما انه نشكر الرب على هالقد، بعدني طيبه، وانا بشكر الرب انه بعدها طيبه. نزلنا من المستشفى، رجع يكفي، ما قال بنتي تأذت، بنتي عم بتصارع مع سكري، يترك شهر يرجع ثلاثة أشهر. هلأ بالنسبة لإلي أنا دمرني بمعنى، مرة عندها أولاد تعيش حياتها، لو بالفقر لو بالقلة، ما بقى عندي حياة، بس بدي أتحمل عذابي بتم ساكت كرمال أولادي وكفي حياتي. ابنه الكبير مثلاً تأثر بيقول لي البابا شو عامل، صار فيه نفور، ما بقى يحبوه، ضل قل لهم لا بيكم. قد ما احكي قد ما اشرح مش هينه، سنين عم نعيشه.
أخدته على زحلة، قلت أنا بتدين وبعالجه. قال لي الحكيم إذا منك أكيد إنه بيتعالج حرام مدام، بدك تحطي مصاري كتير. رجعت أخدته عند حكيم لنظف له الدم اللي موجود فيه. كمان رحنا عملنا، رجع، يعني عملت جميع الطرق لرجعه لحياته ولأولاده، ما هملته وما بدي بادل الشر اللي هو عم ببادلني إياه. بس كان اللي يعطيني قوة بس اطلع بولادي الثلاثة، اخد قوتي منهم، قل لهم هن حياتي، هن جوزي، هن اخواتي، هن ولادي، كفي يا سيلفا، وقفي على اجرك وكفي. كانوا يقولوا لي انت مثل الديركتور واللي ماشي، قل لهم اكيد في ثلاث طفالة برقبتي. خلص هونيك قلت سيلفا انت حياتك خلص، هلا حياتك لولادك وتعلميهم توصليهم، وخاصة إنه بنتي مريضة بحاجتي. ما بقى فتش أنا شو بيريحني، أنا شو بدي من جوزي، خلص بدي أعيش لأولادي. إيه من منا هينة لمرة تكون مجوزة، أوكي بتشتغل بتساعد جوزها، بس في سندة لإلها، في رجال بحبها، بتحط راسها على المخدة، في حدا روح. أنا ما كانت موجودة. عمل فالج ما في مستشفى بتستقبله، كان فيني اتركه بالبيت يموت، بس انا لا، قلت يا سيلفا بدك تكفي. كلهم قالوا لي، حتى اقرب الناس لإلي، سيلفا انت عذبك جوزك، انت كان يسكر، كان يشرشحك، كان يبهدلك، كان يسبك، ما خلى بكرامتك. قلت لهم لا، بدي خليه بالبيت. وقت اللي جوزي اخذته على المستشفى هوني كان، يا سيلفا شو بدك تعملي؟ في شغل بده يوقف، كيف بده يعيشوا الاولاد؟ كيف بدنا نعيش؟ ما كنت اعرف. وقفت شغل، قعد حد جوزي 3 سنين و3 اشهر، والثلاث اشهر اللي مرقوا غير 3 سنين اللي مرقوا علي. ركعت قلت له يا رب عندي كاس مر بدي اتحمله، عندي عائله وعندي مسؤوليه. حطيت كل ثقتي بالرب يسوع، وكنت كل يوم قل له يا رب انت عطيني القوة لكفي تاني يوم، بس زرع في السلام والأمان وعطيني قوة لأقدر أحمله. قل لي رب يسوع أنا معك، أنا عارفك، كفي. الأولاد كانوا يكرهوه العمى بمرضه، صار عن جد بي عيشوا الأبوة بمرضه. وكان يقول لهم بشكر الرب وبشكر أمكم إنه ما زتتني، وصار هالموقف هالمرض لنتصالح نحن وياه، وهو يتصالح مع حاله يرجع يتوب عن اللي عملهم. وأنا أكيد الرب سامحه، وهو هلأ مع الرب يسوع، أنا أكيد. وكل هالقصة اللي صارت كله من وراء الرب يسوع. ما في إنسان بيتحمل هالعذاب منه لحاله، يعني بمعنى لا بقدرته ولا بقوته. إذا ما بيتعلق الإنسان بالرب يسوع ما بيقدر يعمل شيء لحاله. واللي بخليني كفي كان هالإشياء لأني غفرت له، لأنه بلا مغفرة كمان ما فينا نكفي الحياة. يا سيلفا أنا عذبتك، أنا شرشحتك، معقول أنت عم تغيري لي؟ معقول أنت عم ترقدي تتأمني لي الدواء كل نهار؟ معقول أنت بس قول أخ بتدخليني مستشفى؟ قلت له إيه، مش كرمالك، كرمالي، لأنه اللي قضيته بدي كفي لآخر العمر، ما بدي أقصر بشي. قال لي لا، انت لازم تكبيني سيلفا، انت ما لازم تخليني بالبيت. قلت له لا. ثلاث سنين الظروف اللي مرقتهم بمرض جوزي ما حدا بيعرف بشو مرقت، بس كان يسكر باب ويفتح باب، يكون بحاجه
لا دوا لبنتي مقطوع الانسولين بالبلد. اقعد صلي قل له يا رب ماريا ما عندها انسولين، زافين ما عنده الدواء، ما بعرف كيف يندق هالباب. اشخاص كان الرب يبعث لي اياهم، وانا ماني واقفه هلا حاليا، انا ماني واقفه على اجريه لو ما الرب يسوع حدي. هو اللي بيعطي القوه، هو اللي بيعطي الاشياء تتحملها قد ما كانت صعبه. مع الرب يسوع ما في شيء، بس هو بيقول لك مشيني قدامك وانت مشي وراي، هو بيحمل الحمل عنك كل شيء، تعبك مرضك. هو ناطر قلبنا نبقى نرضي ربنا ونمشي على اللي هو بده اياه، ما نقفي شيء من كلمته ونكون خدام لإله. هذا اللي بقدر اقوله من جهدي ومن اختباري، وبتمنى كل انسان يدوق طعم يسوع، يدوق محبه يسوع. اعظم حب انا لقيته هو يسوع الرب. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلس.